بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم حول موضوع عناصر الخبر الصحفي. فإذا ما سلمنا بأن الخبر الصحفي هو فن موضوعي دقيق منظم لحدث ما يتضمن عنصر أو أكثر من العناصر تنشره الصحيفة لتحقيق أهداف وغايات محددة، فنجد أن هذا التعريف يرتكز أساسا في إحدى جزئياته المهمة على وجود عنصر يؤهل هذا الحدث أن يكون خبرا. والتساؤل هنا هو هل جميع الأحداث ممكن أن تكون أخبارا، أو جميع الأخبار هي في الأساس أحداث؟ في الحقيقة نمر في حياتنا اليومية بالعديد من الأحداث، كل حركة وتحول في حياتنا منذ بداية اليوم من الاستيقاظ والتوجه إلى أي مكان ورؤية شخص معين هي كلها عبارة عن أحداث. ولكن في العمل الصحفي هل إنه كل هذه الأحداث ممكن أن نستخدمها للنشر بالصحيفة أو بمؤسسة إعلامية؟ قطعا لا، ليس جميع الأحداث يمكن أن تكون مادة خبرية تنشر بالصحيفة، ولكن هنالك أحداث محددة تحتوي على عنصر على الأقل أو أكثر من عنصر في هذا الحدث نفسه يؤهله أن يصار إلى خبر يمكن نشره في وسائل الإعلام. هذه العناصر متعددة، ويذكر العديد من الباحثين وأدبيات الإعلام والصحافة هذه العناصر بأنواع متعددة. فعلى سبيل المثال راح نذكر العنصر الأول، وعملية التراتب هي لا تعني أهمية عنصر على عنصر آخر. فالعنصر الذي سنذكره أولا هو عنصر الآنية أو الحالية، فالخبر يستلزم أن يكون الحدث جديد، حالي، آني، اليوم، أمس، غدا، وهكذا. إذن في محاولة إجابة الخبر على التساؤل متى، يجب أن يكون هنالك عنصر آنية. دائما الأخبار القديمة لا تستهويها الصحف ومؤسسات الإعلام للنشر على اعتبارها استهلكت، وربما تكون وسائل أخرى من الصحف أو المجلات أو الجرائد قد نقلت هذا الخبر سابقا وطلع عليه القراء. لذلك عملية نشر الخبر في مدة زمنية متأخرة تفقد قيمة الخبر وآنيته. إذن العنصر الأول هو أن يكون الخبر آنيا، أي أن يكون اليوم أو غدا أو بالأمس، يعني حسب الحدث. على سبيل المثال افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني صباح هذا اليوم مجسر قرطبة أو ما إلى ذلك، هذا كحدث على سبيل المثال. أو نتحدث عن الأمس، سقط 10 شهداء و20 جريحا يعني إثر سقوط قذائف إسرائيلية في منطقة معينة في قطاع غزة، هنا الحدث أمس، ليلة أمس. ويمكن أن يكون الحدث مستقبليا، كأن نقول تنطلق غدا دورة الألعاب الآسيوية أو الأولمبياد، الدورة الأولمبية في باريس، وهكذا حسب طبيعة الحدث ووقت حدوثه. المهم في ذلك هو أن يكون الحدث آني جديد لا يتجاوز أمس أو اليوم أو غدا على كل الأحوال، على أغلب الأحوال. العنصر الآخر من العناصر اللي هو عنصر التوقيت، أيضا هنالك أحداث تأتي في توقيت معين تكون لها أولوية في عملية النشر وفي أهمية الخبر بحد ذاته. فعلى سبيل المثال
زيادة إطلاقات مائية من تركيا باتجاه نهري دجلة والفرات، في وقت أنه نشعر بشحة مياه في هذين النهرين تكون لها أولوية في عملية النشر على يعني إطلاقات مائية في حالة أنه النهرين مناسيبهم عالية. كذلك على سبيل المثال سقوط طائرة في أجواء دولة في حالة السلم ليس كما هو الحال في حالة سقوط طائرة بأجواء دولة وهي في حالة حرب. هذه أيضا ستكون هنا عنصر التوقيت يعطي للحدث أهمية أكبر. من العناصر الأخرى هو الضخامة، العدد أو الضخامة. فكلما زاد الأعداد المذكورة أو الحجم المذكور بالحدث المعين كلما كان أكثر أهمية وأولوية في عملية النشر. فحريق في منزل اعتيادي يعني ليس كما هو بالنسبة لحريق في مبنى من 6 طوابق. الحديث عن يعني حادث لحافلة أدى إلى يعني وفاة سائقها فقط بدون ركاب ليس كما هو الحديث عن حافلة راح ضحيتها 20 راكب على سبيل المثال. هنا الضخامة بالعدد تعطي أيضا للحدث ميزة بأنه يكون أكثر أهمية في عملية النشر من الأحداث الأخرى. أيضا هنالك عنصر آخر من العناصر اللي هو التشويق، والتشويق يقصد أنه الأحداث التي تستهوي القارئ أو المتلقي في عملية متابعة الحدث، حدث مستمر دائما ويتم متابعته بشكل مستمر. على سبيل المثال قضية سرقة القرن و يعني سرقة الأموال الضرائب واللي تتابع أحداثها وتكون مستمرة على شكل يعني أحداث متسلسلة وفي كل لحظة تظهر جوانب جديدة لهذه القضية وهكذا. أيضا من العناصر الأخرى المهمة هو الشهرة. فالحديث عن حدث يقوم به رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو مرجع ديني معروف أو فنان مشهور، كل هذه الأحداث نابعة على أساس أنه الشهرة. فشهرة شخص معين تعطي الخبر قيمته في عملية النشر. فعلى سبيل المثال خبر عن وفاة فنان معروف وافتتاح مبنى جديد من قبل صاحب منصب معروف، كان يكون وزير أو رئيس وزراء وهكذا. إذن الشهرة أيضا تكون عنصر مهم من العناصر التي تعطي للخبر أولويته في عملية النشر في وسائل الإعلام والصحافة بشكل خاص. من العناصر الأخرى أيضا هو عنصر الغرابة والطرافة. من العناصر الأخرى هي الغرابة والطرافة. بعض الأحداث تكون غريبة إلى حد كبير مما يجعلها مؤهلة لعملية النشر في الصحافة. على سبيل المثال العثور من قبل أطباء روس على إبرة في يعني في معدة امرأة مسنة يعني نوع من الغرابة. وكذلك هنالك أخبار طريفة، أخبار طريفة مثلا قيام إدارة إحدى حدائق الحيوانات بتوزيع المثلجات للحيوانات في أيام الصيف الحارة، هذه يسموها أخبار طريفة خفيفة غير جادة. وهنالك عنصر آخر من العناصر هو على سبيل المثال عنصر الندرة. فكل ما كان الحدث نادر كل ما كان أكثر مؤهلا لعملية النشر. فعلى سبيل المثال للحصر
وفاة امرأة مسنة أكبر معمرة بالعالم أو أكبر معمرة في العراق تبلغ من العمر مثلا 110 سنة، هذا يعني حدث نادر يستحق النشر. وكذلك الندرة ربما حتى في حوادث بعض الوسائل، فسقوط طائرة يعتبر حدث نادر مقارنة بالأحداث الأخرى مثل حوادث السيارات اللي دائما ما نسمع عنها أو نشاهدها. ومن العناصر الأخرى أيضا هو عنصر المفاجأة، عنصر المفاجأة، وعنصر المفاجأة كما هو يعني مفهوم من المعنى أنه حدث يحدث بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، مثل أخبار الزلازل، الفيضانات، الكوارث الطبيعية، وحتى بعض الأخبار مثلا يعني انتحار أحد الشخصيات، ربما هو ليس مشهور، على سبيل المثال انتحار مدير شركة دايو في الفاو المستثمرة في ميناء الفاو حدث مفاجئ، أو على سبيل المثال حتى انسحاب بعض السياسيين من أحزابهم وكتلهم السياسية، أيضا هذه ربما تكون أحداث مفاجئة. هنا عنصر المفاجأة، لأن يعني ربما يكون الشخصية غير مشهورة، ولكن عنصر المفاجأة هنا هو من ترك أثر في عملية أنه يكون هذا الحدث مؤهل بأنه ينشر على صفحات تلك الصحف. أيضا هنالك عنصر يتعلق بالاهتمامات ذات الطابع الإنساني، كلما كانت هنالك أحداث ذات طابع إنساني كلما كانت أكثر إثارة. على سبيل المثال قصف لمدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة، هذا يعني ذات طابع إنساني، فهذه الأحداث أيضا تستحق النشر. هنالك عناصر أخرى مثل عنصر الصراع، عنصر الصراع يرتكز في مقوماته على الصدامات التي تحدث، وهو ما يتعلق بأخبار الحروب والانقلابات والتظاهرات وما إلى ذلك. الصراع، صراع بين طرفين يحاول كل منهما فرض الإرادة على الآخر أو تحقيق مطلب أو أهداف معينة. فالحرب الروسية الأوكرانية هي ممكن أن تحمل طياتها أخبار متواصلة أثناء الحرب، المعارك في بين المقاومة الإسلامية في غزة و ضد الكيان الصهيوني أيضا هي تعتبر من طابع أخبار ذات صفة أو عفوا اللي تحمل عنصر الصراع. وأيضا بالنسبة للانقلابات السياسية، محاولات الانقلاب تدخل في خانة الصراع، التظاهر والتظاهرات كلها تدخل في خانة عنصر الصراع في حدث معين، واللي يتأهل في ضوء أن يتحول من حدث طبيعي غير متداول إلى أنه حدث يمكن أن ننشره في صفحات صحفنا اللي ننشرها أو نصدرها. كذلك هناك عنصر المنافسة، عنصر المنافسة واللي للوهلة الأولى يعني يكون قريب بالتفكير الاعتيادي بعنصر الصراع، على سبيل بعض ما يسمي المنافسة صراع والصراع منافسة، لكن المنافسة هناك هو ما يتعلق بالأحداث اللي يتعلق بالمنافسة بين طرفين لا يحمل هذا الطابع المنافسة الطابع الدموي كما هو في عملية الصراع، إنما المنافسة قد تكون من خلال صناعة سيارة معينة في منافسة ما بين شركتين متخصصتين في صناعة السيارات، أو ربما تكون المنافسة على سبيل المثال في الرياضة، كل الألعاب الرياضية هي عملية منافسة تدخل في خانة عنصر المنافسة، المسابقات الشعرية تدخل أيضا في باب
المنافسة، اللي هو عنصر مهم من العناصر اللي تحملها الكثير من الأحداث التي تحولت إلى أخبار بفعل هذا العنصر، واللي تنشرها وسائل الإعلام سواء كانت الصحف أو القنوات التلفزيونية أو ما إلى ذلك. هنالك عنصر آخر اللي هو عنصر الإثارة. عنصر آخر أيضا مهم هو عنصر الإثارة، وهذا العنصر هو يتعلق بأخبار الجرائم والجنس وغيرها من الأخبار اللي تحمل طابع الإثارة، سواء كانت يعني على سبيل المثال في حوادث الجنس، قيام بعملية اغتصاب لطفلة أو ما إلى ذلك، فيما يخص قضية الفضائح لبعض السياسيين مثل حادثة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مع مونيكا اليونسكي، يعني فضائح لعلاقات غير شرعية وما إلى ذلك، كلها تدخل في إطار طابع الإثارة، واللي هي تعتمد عليها أكثر الأحيان الصحافة الغربية، واللي بنيت أساسا يعني على هذا الطابع وهذا النوع من أنواع الصحافة. الحديث إخواني أيضا هو يعني البعض يعده عنصرا، إلى أنه هو مجموعة عناصر عندما تتفاعل ما بينها تحقق هذا العنصر الأساسي اللي هو الأهمية. الأهمية هو عبارة عن تراكم وتكاتف أكثر من عنصر في حدث ما ليتحول إلى من حدث معين إلى خبر، وخبر مهم أيضا. بعد ما يزيد عدد العناصر يزيد عدد الأهمية بالنسبة لحدث معين. فلو نأخذ مثالا على سبيل المثال لتوضيح هذه الفكرة، على سبيل المثال لو أننا تحدثنا عن حدث معين اللي هو سقوط طائرة. سقوط طائرة، هذا الحدث الآن يحمل الندرة، هذا الحدث الندرة على اعتبار أنه هذه الوسائل ليست دائما تتعرض للأحداث. إذن سقوط طائرة، خبر عن سقوط طائرة فيكون فيها عنصر ندرة، وعندما يكون سقوط هذه الطائرة اليوم تكون ندرة مع آنية أو حالية اللي هي اليوم، اللي سقوط الطائرة واليوم. إذن عندنا الندرة اجتمعت مع الحالية أو الآنية، وعندما يكون عدد ضحايا الطائرة 30 راكب هنا نجتمع أيضا وياهن الضخامة، وعندما يكون سقوط الطائرة فوق الأجواء الفلسطينية هنا سيكون معها عنصر التوقيت على اعتبارها مرة في أجواء تتعرض للقصف والحرب، وعندما يكون أحد الركاب لاعب مشهور أو فنان مشهور وقضى نحبه بحادث هذه الطائرة تكون هنا عنصر أيضا شهرة في نفس الحدث. هنا اللي ردنا نوضحه بأن هنالك أحداث تحمل أكثر من عنصر من العناصر اللي ممكن أن تحولها إلى حدث مهم وفي توقيت مهم. وإذا ما أردنا أن نعطي مثالا حيا، يعني على سبيل المثال وفاة الرئيس الإيراني السابق رئيسي، سقوط الطائرة كان حدث نادر بحد ذاته، رئيس الجمهورية الإسلامية هو شخصية مشهورة اجتمعت الشهرة، الوقت في حين بث الخبر اللي هو ليلة أمس أو صباح فجر اليوم، وأيضا هو التوقيت، يعني أيضا اجتمع التوقيت بأنه الطائرة جت في حادثها في توقيت صراع أمريكي إيراني في المنطقة وفي العالم. وهنا يعني أخذنا مثال واقعي وتطبيق حي
لأحد الأمثلة اللي ممكن أن يوضح هذا العنصر. إذن هذه العناصر إذا كان هنالك حدث يتضمن أحد هذه العناصر أو أكثر من عنصر فهو مؤهل أن يصبح خبر وينشر بالجريدة ويتلقاه المتلقي. وبذلك ننهي محاضرتنا لهذا اليوم، على أمل أن نستكملها بمحاضرات أخرى لاحقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.